انتهت المرحلة الأولى من انتخابات البرلمانية المصرية في 14 محافظة مختلفة، وانتهت أيضا جولة الإعادة. وسط تقارير بتقول يعني الإقبال الجماهيري على الانتخابات ما كانش، أو إقبال التصويت على الانتخابات ما كانش كبير جدا. ما خرجتش لسه نتائج فاينل أو نهائية، وما خرجتش لسه إحصاءات نهائية، لكن دي المؤشرات الأولية بتقول إن الإقبال ما كانش كبير قوي. شكل المرحلة الأولى كان عامل إزاي؟ إيه اللي خرجت بيه؟ المرحلة الأولى هتنم عن شكل برلمان عامل إزاي؟ وهل فعلا في إحجام من الشعب المصري؟ هل فعلا في إحجام من الشباب؟ هنتكلم عن كل الموضوعات دي النهاردة مع المستشار الأستاذ محمد سيد الأجرود، المستشار القانوني والمحلل السياسي. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد، أهلا وسهلا. تعليق حضرتك على إقبال المصريين على الانتخابات البرلمانية إيه؟ اسمحي لي وليسمح لي السادة المشاهدون أن نتفق على مجموعة من المسلمات. الأولى هو أن المولى تبارك وتعالى في ظرف تاريخي صعب منح الشعب المصري القيادة السياسية الحالية التي تبرهن كل يوم على مصداقيتها وعلى حبها العميق لهذا الوطن وعلى وطنيتها الخالصة ومصريتها الخالصة، ألا وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن المسلمة الثانية أن فكر هذا الرجل وسرعته وتطوره كما أسلفنا من ذات هذا المكان لا يتناسب معه الآداء الحكومي والتنفيذي في الجهاز الإداري للدولة. ايه علاقته بالاقبال بقى؟ هقول لك بعد كده الاقبال ايه. ما هي التداعيات التي ادت الى ان يحجم المواطن عن الادلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية في المرحلة الاولى والمتوقع ايضا في المرحلة الثانية؟ اذا هو احجم، لكن اللجنة العليا للانتخابات بتقول خرجت يعني بداية كده قالت ان النسبة تقريبا 26.5% مشاركة. اللجنة العليا للانتخابات 26.5% هي نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات ده، وأنا أم كوتينج أو أنا واخد الكلام عن اللجنة العليا للانتخابات. والنهاردة الجرايد قالت نسبة المشاركة 30%. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نصدق اللجنة العليا. إنما ليس هذا هو المتوقع بعد ثورتين عظيمتين في تاريخ مصر. ليس هذا هو المتوقع في برلمان يعد من أهم برلمانات مصر في تاريخها الحديث والمعاصر. في الرئاسة حضرتك تفتكر كان كام؟ في الرئاسة كانت النسبة أعلى من كده بمراحل. في الرئاسة كانت النسبة أعلى من كده بمراحل، وصلنا إلى حوالي 57.5% أو 58. عايز أقول رقم تاني برضو عن اللجنة العليا للانتخابات، 30,531 ناخبا أدلوا بأصواتهم في انتخابات النواب بالخارج، يعني انتخابات المصريين في الخارج كانت 4% أو 4.5 تقريبا أو 4، خليني أكون دقيقة زي ما هم قالوا، 4.4% من نسبة اليوم الحق التصويت. أستاذة ريان خلينا نكمل الأفكار حتى تكون مترابطة متناسقة يستفيد منها المشاهد وتكون علامات للقيادة السياسية لتلافي الأخطاء الموجودة وإشارات على الطريق لاستنارة واستشراف آفاق المستقبل في الأيام والمرحلة القادمة. اتفضل. أنا قلت قبل كده أن الفكر التنفيذي والجهاز الإداري للدولة لا يتفق مع السرعة التي يسير بها فكر القيادة السياسية أو الرئيس. ومن ثم انعكس هذا على المواطن. نعم، استطاع الرئيس الحالي في عام واحد أن يقوم بعمل مشروع لم يتم عمله من حوالي 3 قرون، ألا وهو قناة السويس الجديدة. إنما هناك أمور أخرى استطاع أن يعالجها فيما يتعلق بالخدمات الموجودة في الدولة مثل الكهرباء والغاز والبنزين والوقود وما إلى ذلك من أمور، ولكن المواطن المصري لم تتغير حالته الاقتصادية والاجتماعية. المواطن المصري لا زال يئن من الحاجة إلى العلاج وإلى المسك وإلى المأكل وإلى المشرب. العدالة الاجتماعية لم تصل في ثورتين عظيمتين في تاريخ مصر إلى المواطن العادي. بعد مضي عامين على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لا زال المواطن يئن.
هذه النقطة أدت إلى إحجام المواطن تمام. في فقدان الأمل في التغيير وتحسين وضعه. يعني حضرتك ده تفسير، ده تفسير من التفسير ده واحد. إن الإحجام واحد. عشان كده ده واحد. اثنين، أن الوجوه التي طرحت نفسها والتي طالما أطلت علينا من شاشات الفضائيات كانت من الوجوه القميئة القديمة، لم أذكر أحدا بعينه. هذا أدى إلى نوع من إحباط الشعب المصري بأنه لم يكن هناك تغيير. بس في نفس الوقت تلاقي الناس بتقول لك ده احنا ما نزلناش عشان احنا مش عارفين حد من اللي نازل. الناحيه الاخرى ما نعرفش حد منهم. دي الناحيه الثالثه. طب منين هم نفس الوجوه القميئه ومنين هم احنا نفس لو حبينا نذكر اسامي هنذكر تعدادات. يعني يا متقسمه كده وكده، يا اما مش الناحيه الثانيه. الناحيه الثالثه ان في بعض الوجوه الجديده غير معلومه وغير معروفه، دي طلعت في فتره من الزمن ليس لها تاريخ، لم تتصل بالمواطن، لم تتصل بالشارع، لم تحقق خدمات، لم تلبي طلبات، لم تلبي حاجات. ومن ثم حضرتك احنا بنتكلم قبل الهوا وحضرتك طالع في المصعب، العامل بيقول لك انا مش رايح الانتخابات لان ما اعرفش حد من اللي نازلين. مع حق. ليه؟ لان الوجوه دي ما قدمتش برنامج وما التحمتش بالشارع وما لهاش تاريخ. كل هذه الامور ادت الى احجام المواطن المصري لفقدانه الثقه فيما يتعلق بهذه المرحله. الناحيه الاخطر من ذلك، مصر استطاعت ان تصيغ دستور من اعظم دساتير العالم كما اسلفت قولا من هذا المبنى مرات عديده في اكثر من برنامج واكثر من قناه، ان هذا الدستور يعد من اعظم دساتير العالم قاطبه، وهو دستور 2014. اسمح لي قبل ان احترم عقلي، قبل ان احترم المواطن احترم عقلي. المواطن قرأ في نص هذا الدستور وعلم من نص المادة 74 أنه لا يجوز قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الدين. الكلام ده قلناه كتير جدا. طب لما تفاجئي أن في قايمة نازلة كاملة خاضت الانتخابات وبعضها على المستوى الفردي ومنتمي إلى حزب قائم على أساس ديني ولم يعدل الدستور، هذا الامر ما هو نازل عليها مسيحيين مصريين يعني حتى ولو كان ده ما هو ده الرد الحزب ممكن نفسه يكون. خلينا في الفكره انا فاهمه ده ممكن يكون الرد يقول لك ما احنا عندنا اعضاء من المسيحيين المصريين. الاساس في قيام هذا الحزب في صياغته في اموره انه قام على اساس دين. هذا الامر يؤدي الى شبهه عدم الدستوريه فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب قاطبه. فلما يجي الشعب يحس ان مجلس ممكن يتحل او يصدر حكم بحله ونحن نحترم احكام القضاء ونقولها ونقدرها في الحاله دي، طب هينزل ليه؟ حضرتك بتتوقع ده ممكن يحصل؟ اتوقع. بتتوقع ده ممكن أتوقع يحصل؟ ده بسبب الماده دي، الماده 74 دي واحده من ضمن حاجات كتير. ايه تاني؟ تقسيم الدوائر. بس ده تعدل. اتعدل وعلى الرغم من ذلك لم يتناسب. لم يتناسب وكان في فوارق ضخمه جدا. انا اول مره افاجئ ان العجوزه والدق فيها 45000 صوت او 50000 صوت. مساله جد خطيره كانت في حاجه الى اعاده نظر. لم يتم التوصل اليها ولم يتم معالجتها، مع الاخذ في الاعتبار ان هناك الان دعاوى مقامه امام جهات قضاء عديده للفصل فيها فيما يتعلق باجراء العمليه الانتخابيه وفيما يتعلق باجراء الانتخابات وفيما يتعلق باعلان النتيجه. فعلا. طب عايز اسال حضرتك تعليقك على فوز حزب النور ب10 مقاعد في البرلمان في المرحله الاولى. استطيع ان اؤكد ان الدرس، ان الشعب المصري قد تعلم الدرس. هذه ناحيه. معذره. الناحيه الاخرى انه قد ثبت بيقين أن المتستر وراء الدين لا يستطيع أن يكسب هوى هذا الشعب. الأخطر من ذلك أنه كانت هناك تكتلات للقضاء على هذه الفكرة وقد نجح. ذلك أن هذا الشعب، الشعب المصري، لن يستطيع أحد أن يخدعه بعد الآن. لن يستطيع أحد أن يغامر بمستقبل هذا الشعب وتاريخه ومكتسباته. ولذلك أنبه من هذا المكان اليقظة التامة لحركة الشارع المصري ولمتطلباته والوفاء باحتياجاته، وأحذر
من المنافقين الذين يتملقون السيد الرئيس والذين يحاولون أن يصلوا إليه ويحجبوا جزءا من الحقيقة. لكنني هل ده قابل للتنفيذ يا فندم؟ يعني ده ممكن يكون حاصل أو حصل في عصر الرئيس الأسبق مبارك، لكن هل ده وارد يحصل في عصر السماوات المفتوحة وتويتر وفيسبوك وإنترنت وتلفزيونات ويعني صحافة مواطن؟ يعني هل ده وارد يحصل؟ وهل هو الرئيس بذات العقلية اللي هي حابة كانت اللي هي الضحك عليها؟ ما افتكرش ان هو بذات العقلية. الحقيقة انا ليا مقاييس، انا شخصيا ليا مقاييس. مقياسي في هذا او ثقتي التي اوليتها ومنحتها للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حرية اتخاذ القرار المصري. ما انت لكي اشارات وعلامات استاذ ريان، تقدري تحددي نوعية من يحكم؟ منذ عهد الرئيس عبد الناصر عليه رحمة الله لم يتحرر القرار المصري من السيطرة إلا في حالتين اثنتين. سيطرة إيه؟ لم يتم حرية اتخاذ القرار المصري من السيطرة الخارجية وبعض الأعوان الداخلية إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى كانت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات حين اتخذ قرار الحرب في عام 1973. والحالة الثانية والتي تستمر حتى الآن هي ما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشق قناة السويس جديدة. وعبد الناصر، وانا قلت قبل كده، انا ما انت حضرتك لو مركزة في كلامي، انا قلت ايه؟ منذ عهد الرئيس عبد الناصر. منذ عهد، لان الرئيس عبد الناصر كل قراراته كانت فيها استقلالية، كانت قرار فيها استقلالية ونابعة من الكرامة المصرية. بعده قرارين. القرار الاول خده الرئيس السادات الله يرحمه في 73 وهو قرار الحرب. القرار الثاني اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بشق القناه الجديده. ودايما كنت بقول انه اهم ما في السياسه التي تستطيع الدول ان تنهض بها هو حريه اتخاذ القرار. ولك ان تقيسي على هذا كثير. دوله من الدول حين ارادت ان تزرع القمح راحت لها امريكا، بيتكلف كام؟ طب خدي اقل منه باثنين ثلاثه ريال ولا اربعه ولا خمسه ريال وما تزرعيش عشان تقضي. طيب في مشاريع بتكبلنا، ولكن أن تتخيلي أن هناك حرب ضروس بسبب هذه القناة الجديدة، بدليل كان من المفترض أن تأتي رعاها، وستأتي رعاها وستأتي ثمارها، إلا أن هناك بعض المؤامرات الخارجية التي تحاك لهذا الوطن، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى سوف يقوم. طيب عايز أرجع للانتخابات مرة تانية، وعايز أنقل عن جريدة مصر اليوم. يمكن قلنا الخبر الصبح في الصحافة، لكن يعني نتولب بتحليل أكبر بقى مع الدكتور. فوز 84 من الوطني، وده جاي في المصري اليوم، والمصريين الأحرار ومستقبل الوطن في الصدارة. 30 خليني بقى أقول، يعني أعلق على الفوز 84 من الوطن والمصريين الأحرار ومستقبل الوطن في الصدارة. تعليق حضرتك على الشكل ده؟ هو قبل كده في أعقاب ثورة يناير 2011 أنا قلت الآتي ولا زلت متمسك به. ليس كل من كان ينتمي إلى الحزب الوطني فاسدا، وليس كل من ينتمي إلى التيار الإسلامي إرهابيا. وكنت ضد قانون العزل فعلا. إنما الأمر كان يتطلب محاكمات لمن تلوثت أيديهم وذمتهم بمال ودماء المصريين. طب هو مين اتحكم عليك فعلا؟ ذهبت القضايا منقوصة إلى القضاء، ومن ثم كانت البراءات المتتالية. إلا أن التاريخ لن يفوت هذا الأمر، ولذلك أنا مش قلقان. أنا ما أقلقش من أي حد ينجح بشرط أن يكون عينه على هذا الوطن، أن يكون هدفه هو بناء مصر الجديد، ألا يكون هدفه هو التربع أو المحافظة على مال فاسد أو تأمين أو تقنين أوضاع غير قانونية قد تم الاستيلاء عليها. الأشخاص اللي موجودة الـ 84 اللي بينتسبوا للحزب الوطني، أنا شخصيا ما أعرفش حد منهم باستثناء جيل تاني، صف تاني، اثنين او ثلاثة او اربعة صف تاني اعتقد، وابنائهم وكده يعني، والعيلة وقالت العيلة وكده.
لو صافي تاني لم يشارك في الفساد أو سلفه لم يشارك في الفساد أنا ما عنديش اعتراض عليه. شارك في الفساد هيبقى هذا البرلمان علامة فارقة في تاريخ مصر في عودتها للوراء. هو ده فعلا المانشيت اللي جاي في المصري اليوم، يعني البرلمان يعود الى الخلف. هل بتتفق حضرتك مع هذا؟ حضرتك بتتفق؟ لان انا جاي لكم بدري النهارده. اهلا وسهلا. حضرتك بتتفق يعني مع الرؤيه دي؟ طبعا. هل ده كان المتوقع؟ لا ما كانش متوقع. لا 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 لا، مع ان في ناس كتير توقعت ده. لا لا لا، ما كانش متوقع لسبب. بعد ثورتين لازم تكون الافرازات جميله. انما الاحباط اللي اصاب الشعب المصري للاسباب اللي انا قلتها والاحجام الذي تم، حتى الذين ذهبوا كان بين الإقدام والإحجام. كل ده أدى إلى أن الإفرازات الموجودة غير الإفرازات التي كان ينبغي أن تتم. وعليه هل حضرتك بتشوف أن يعني لما حضرتك كنت معترض على قانون العزل، يعني ده ما يعتبرش، هل ده ما يعتبرش تحميل عبء زيادة على المواطن اللي أنت خلاص أنت هتعزل؟ تمام، مش هتعزل بالقانون، يبقى نعمل عزل شعبي؟ يعني والناس مش عارفه بقيه المرشحين، والناس ما حتى فكره القايمه والفردي، ودي اول مره تحصل في حياتنا ان يبقى في جزء قايمه وجزء فردي. محدش فينا فاهم الموضوع بشكل كبير كمصريين، وما توضح لناش الوضع بشكل اكبر. فالناس معذوره، يعني عليها اعباء، عليها حمل كبير قوي على مستقبل مصر. يعني انا موافق على ده، بس الناس، بص يا استاذ ريهام، اهالينا في الريف والقرى والمدن عارفين كويس مين اللي سرق ومين اللي نهى. عارفين كويس مين اللي خايف عليهم ومين اللي مش خايف عليهم. بس الناس عندها احباط للاسباب اللي انا قلتها قبل كده. اللي هي الخدمات الخاصة بيهم اللي بتمس حياتهم اليومية، ما حضرتك بتقول ما تحققش منها كتير. يعني العدالة الاجتماعية لم تصل للمواطن الى الان. ولذلك من هذا المكان اناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسرعة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة والمرض والجوع وإصلاح مسألة التعليم. المسألة محتاجة رؤية وأولويات، محتاجة رؤية ومحتاجة أولويات طبعا. وقد تتكامل وتتوازى هذه الأولويات في التحقيق. الذي استطاع أن يحفر قناة جديدة في عام يستطيع أن يصلح كل هذا على الأقل في خطة سنوية خمسية تكمل فيما بعد. الشعب هيتمسك بيك تاني. بس محتاجين الشعب يحس بده ان في حاجة وصلاله. لسه اهالينا بيعانوا من الحاجة. طوال عمري وتاريخي انا منحاز الى هذا الكم الاكبر من الشعب، الى الفقراء، الى المحتاجين، الى المهمشين، الى الذين يعملون ليل نهار ولا يجدون ما يكفهم اخر الليل. انا وقتي انتهى، بس عايز اعرف من حضرتك في الاخر توقعات حضرتك للمرحلة التانية من الانتخابات البرلمانية. توقعاتي للمرحلة الثانية أنها ستكون كالمرحلة الأولى. وأتوقع أن يمن علينا المولى تبارك وتعالى بمدد من عنده فيما يتعلق بإعادة صياغة الخطاب الإعلامي، وإعادة تحديد القوانين، وإعادة تنظيم التشريعات، وإعادة الرؤية فيما يتعلق ببرلمان قوي. نعم، أعلم أننا مضغوطون من الخارج لإتمام خارطة الطريق، ولكن هذا الأمر كان يستتبع التروي والتأني فيما يتعلق بتحديد مواصفات النائب، سواء كان عن طريق القانون أو كان عن طريق تنبيه الشعب بخطاب إعلامي قوي حتى يستطيع أن يفرز نائب يبني مصر الجديدة لا يتربع على حساب مصر الجديدة. وكل أمل في أن البرلمان بعد القادم سيكون الأقوى في تاريخ مصر إن شاء الله. بس هو القادم هو الأهم اللي هيشرع للدستور. لن يستمر. حضرتك تفتكر كده؟ ده توقعات حضرتك؟ ما هو ربنا مش هيرضى إن في حاجة مش لصالح، يعني ضد هذا الشعب إنها تستمر. ربنا بيبقى ليه حكم في الأشياء، ما حد يعرفش. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة المستشار محمد سيد الأجرود، المستشار القانوني والمحلل السياسي، ونهارك سعيد. شكرا. فقراتنا خلصت النهاردة في نهارك سعيد، لكن بكرة يوم جديد ونهار جديد.